النيازك اللي توجدت في المناطق الصحراويه كلها ياخذ اسمه، يعني ما يبقاش النيازك يعني يمشوا يتباعوا بلا ما ينعرف البلاصه ديالهم والاسماء ديالهم. الشق القانوني معروف الان مسموح يعني بشراء وبيع النيازك في اطار القانون، يعني هذا امر واضح وكنوضحوه للناس، يعني راه ما كاين حتى شي اشكال باش انسان يبيع النيازك، راه ما عنده اي مشكل يبيع يشري، ما عنده اي مشكل، خاصو غير ما يعرف كيفاش الطرق يعني العلميه باش ما يضيع التسميه ديال هذاك النيزك. انسان جبر نيزك يدير له تصويره حدا الجي بي اس باش ينعرف المكان اللي جبر فيه هذاك النيزك، ومزيان الى اتصل بالجمعيات ولا اتصل يعني بالمراكز ولا يعني لا 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 يعني اللابوراتوار يعني مختبرات التحاليل باش يعرفوا له على الاقل هذاك النوع ديال النيزك شنو هو، باش ما يضيع كما ضاعوا نيازك اللي هو. نعم، وايضا احنا يعني كنا درنا بشراكه مع المتحف الجامعي درنا خبره مجانيه لصائدي النيازك ولجامعي النيازك وللمهتمين بالنيازك، يعني مع المتحف الجامعي للنيازك، وهي وكما كتشوفوا دريك الناس كتجيب النيازك باش 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 تعرف شنو هذا، وهذه مناسبه باش يعرفوا ملي الاثمنه ديال النيازك والانواع والمسائل المنظمه القوانين المنظمه لهذا المجال. تماما، يعني كاين هذه الحالات كاينه، لكن اليوم بـ 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 يعني هذا هو الهدف ديالنا فعلا، على انه مشات نيازك باهظه الثمن يعني كتساوي اموال طائله، مشات غادرت يعني يعني بحال البلاك بيوتي بحال تيسينت بحال كذا، يعني للاسف حنا ما البلاك بيوتي في المغرب يعني واصله يعني 15000 درهم 10000 درهم شي حاجه، يعني بلاك خوت فيزيون يعني كومبلي شي حاجه بيسا كومبلي الجرام الواحد. اذا والبر القمر النيازك القمريه والنيازك المريخيه هي الباهظه الثمن، هي اللي كتكون يعني تقريبا كيوصل الثمن ديالها حتى ل 5000 درهم الى 10000 درهم على حسب يعني الجده ديالها، الا كانت شيت يعني طايحه جديده يعني القمر كيكون غالي، ولا كان القمر يعني قديم يعني على حسب الشكل وعلى حسب الهيئه وعلى حسب النوع، يعني كاين انواع من 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 من, من القمر، يعني كاين الانواع الغاليه وكاين الانواع اللي رخيصه يعني في حدود 300 درهم 400 درهم للجرام الواحد. كانت عندنا واقعة يعني في السنة الفارطة السنة الماضية، يعني مع كانت عيطت لنا الجمارك يعني ديال العيون، كان يعني بلجيكي يعني خرج يعني شي نيازك، ولو كان جهل يعني جهل القانون، يعني هو درك النيازك تم تسمينها واصبحت الوزارة الوصية عليها الطاقة والمعادن. إذا أي شخص كما سواء كان يعني مواطن يعني مغربي أو أجنبي خصو يعرف على أنه إلا بغى يخرج نيزك يعني ضروري من إجراءات قانونية لازم يتبعها، يعني ماشي مشكل كما قلت لك على أنه البيع ديال تخرج نيزك من خارج المغرب ما كاين حتى شي مشكل، ولكن خاصك دير له واحد فيش تكنيك ورقة تقنية نوع النيزك وتخرجه تبيعه، يعني هذا ما فيه حتى إشكال. القطاع المشرف لهذه العملية هو الطاقة والمعادن، وزارة الطاقة والمعادن. Thank you.